السلام عليكم خوتي، واش راكم لاباس بخير؟ بون جبنا لكم زوج اخبار على زروقي خرج غير دوكا برك، يعني كي دخلت انا فيه كان عنده يا ربي واحد كيما نقولوا 20 دقيقه ملي خرج الاخبار هذا، يقول لك باللي فين وورد راه معاود ولا ومحبوش يقطعوا الياس باش يجيبوا زروقي. دوك نقراوه، كاين زوج صفحات لقيتهم غير كيما خرجوا يهضروا في الموضوع هذايا. ان شاء الله يا خاوتي، والله غير ان شاء الله نتمنوها له، لان المدرب او رئيس النادي قال لهم باللي صاي ما راوش للبيع لان فاتت المده الجمعه هذه اللي فاتت. دوك نشوفهم على باليش انا اسكي حطوا لهم ضرر. دوك نقرا لكم باش تفهموا الموضوع هذا. وعندنا موضوع لسعيد بن رحمه، تصريحات ديفيد مويس، قال واحد الكلام رائع جدا ولكن زاد قال كلام ماشي مليح على سعيد بن رحمه، فكما قالوا يجرح ويداوي. وصفحه ويست هام نيوز هذيك راهي تهدر تقول له حبس راهي تحلل فيه، حبس ماشيش تهدر سيء على سعيد بن رحمه، اهدر ولا ما تهدرش ديرك. دوك نخليكم تسمعوا التصريحات تاع مويس اللي تبيكي بكل صراحه، يعني مام هما دوك كي نوصلوا تشوفوا باللي مام هما راهم يقولوا له الهضره هذه اللي راك تهدر على سعيد بن رحمه، ما راكش تهدر على لاعبين من داك يخرجوا أسوأ في المباراه وما تهدرش كاع عليهم هذه الهضره، علاه راك طايح غير على سعيد بن رحمه؟ بون خاوتي نبداو بالموضوع تاعنا الاولاني. راكم تشوفوا هذه فيوت فوتبول، هذه روتردام يعني تاع لا هولاند، هذه صفحه لا هولاند ماشي صفحه حتى فيسبوك او انستغرام. بون واش تقول لك فين وورد يتحدث مره اخرى عن الزروقي. راكم تشوفوا خرجت 29 مارس اوغوست، يقول لك بعد محاوله فاشله سابقه سيحاول فين وورد مره اخرى احضار واسمه لاعب خط وسط اف سي 20 رامي الزروقي. قال لك وفقا لي هذه اف في هذه فريق روتردام، يرى فريق روتردام ان اللاعب البالغ من العمر 24 عاما هو بديل ممتاز لفريدريك اورسنيس هذايا الذي غادر مؤخرا. اللي باعوه يا اخي على بالكم، ودوك راهم بلا وسط ميدان ولازم يجيبوا وسط ميدان، وزروقي كيما نقولوا هو اللي راهو في القائمه تاعهم اللي كانوا حابين يجيبوه. ما تفهموش غير على السومه هاي اللي كلها. هنا يقول لك يرى زروقي ان فين وورد يمثل الخطوه التاليه المثاليه في مسيرته، فقد اشار بالفعل الى ذلك للمدير الفني يان سترويور هذاك، لكنه يفضل ان يراه يتالق في لموسم اخر. يعني يقول لك زروقي راهو حايب يروح، وبلغ الاداره باللي راهو حايب يروح، بصح الاداره قالت لهم قالوا له غير زيد موسم واحد اخر. بون يقول لك في وقت سابق من فتره الانتقالات هذه دفع فين وورد بالفعل 4.5 مليون يورو للاعب الجزائري الدولي، لكن هذا كان قليلا جدا بالنسبه الى اف سي 20، فقد تمسكوا بمبلغ 8 ملايين يورو الموجوده في عقده. لك هما عطاو 4.5 وفين وورد واسمه 20 راهم شادين في المبلغ تاع 8 ملايين، ويقول لك راهم عاودوا ولاو كيما نقولوا رجعوا باش يلقاو حل بيناتهم. ما على باليش اسك يقدروا يهضروا معاهم ولا ما يهضروش معاهم نهائيا، لان على بالكم باللي 20 الاسبوع اللي فات يا اخي درت اول ثلاث ايام اربع ايام، قال الجمعه هذه اللي فاتت قالوا لهم باللي خلاص مام لو كان بيعوا لكم ما عندناش الوقت باش نحوسوا احنا تانيك على بديل تاع زروقي، قالوا لهم خلاص انسى الموضوع هذا. راهي الصفحه هذه تانيك تاع لا هولاند كيما راكم تشوفوا لهنا يا خوتي راهي تهدر في الموضوع. على كل حال نقرا لكم بخفيف، نحط لكم الروابط تقراوهم كاملين انتوما. قال لك ابلغ فين وود مره اخرى عن زروقي وتوانتي عاند، يقول لك لم يستبعد فين وورد حتى الان رامي الزروقي 24 عاما من عقله. يرى المدرب ارني سلوت هدايا من نادي روتردام ان اللاعب 20 بديل مناسب لفريدريك الذي غادر الى بنفيكا. ونخليكم تزيدوا تقراوا التفاصيل يا خوتي، اسكي بيعوه اسك لا رام عاودوا ولاو، انا نتمنى غير الخير وليد بلادنا، نتمنى له غير الخير، نتمنى له حب يدير خطوه. يعني 20 نادي متوسط، فين وورد كيما نقولوا راهو دائما في المراتب الثلاثه الاولى، يعني حب يدير خطوه. وفين وورد على بالكم باللي شحال من لاعب باعوه، يعني يبيعوا يعني نادي اللي يجوه انديه من اوروبا يشيروا عليه. يعني زروقي كي يطلع الفين وورد هذايا، فين وورد ماشي كيما اجاكس ولا بي اس في هيندوفن ولا يبيع بزاف لاعبين، يجيب لاعبين تاع 4-2 ملايين وكذا ويعاود يبيع ب 15-20 مليون. يعني هذا النادي
كيما ليستر سيتي يعني تقدر تتالق فيه يجي كاش نادي واحد اخر وتطلع درجه درجه. هما راه بيقولوا باللي زروقي او حايب يطلع درجه ثانيه يعني ما يريحش للور بار نتمنوا له غير الخير. بونجور لوليدنا سعيد بالرحمه، راكو تشوفوا تصريحات ديفيد مويس كيما راكو تشوفوا هامرز نيوز، هذا شوف رايي مطابق ليهم وقلتوا عده خطا، بصح هذا اللي راح نقراه دوكا هما راهم يقولوا ماشي انا يا خويا، هما اسمعوا هادو تاع ويست هام راكو تشوفوا هامرز نيوز تاع ويست هام هذه مختصه بالاخبار تاع ويست هام. واش تقول لك؟ اصدر ديفيد مويس حكما اخر يخدش رأسه لسعيد بن رحمة بعد فوز ويست هام على أستون فيلا يعني البارح هذه اللي عنده 8 سواع من اللي خرج. وأصدر ديفيد مويس حكمه على سعيد بن رحمة بعد فوز ويست هام على أستون فيلا 1-0 في ملعب فيلا بارك أمس. قال لك لقد كانت 3 نقاط هائلة للمطارق ونحن الآن نجلس خارج منطقة الهبوط ونبحث عن الأعلى. يعني من المؤكد أن ديفيد مويس لم يكن سعيدا بأداء لاعبيه في الشوط الأول قبل ما يدخل سعيد بن رحمة. قام الإسكتلندي بتغيير كبير في الشوط الأول ليحل سعيد بن رحمة مكان إيميرسون. إيميرسون. قال لك عاد مويس ايضا الى طريقة 4-2-3-1 وفي رأينا قلب بن رحمة وتغير نظام الامور تماما لصالح ويست هام. يعني بعد دخول بن رحمة تغيرت الامور لصالح ويست هام. قال لك اعترف رئيس ويست هام ان بيني وسعيد بن رحمة احدث فرقا كبيرا، لكن مرة اخرى لم يستطع السماح لنفسه بالانغماس في المدح للجزائري. يعني ما قال لكم خلاص اهدر كلام مليح واحبس ما تزيدش، هو زاد دوك تشوفوا واش قال. قال لك ديفيد مويس يصدر الحكم بشأن سعيد بن رحمة، وكان الاسكتلندي يتحدث للصحفيين بعد فوزنا على فيلا بعد ظهر الامس. وشوفوا التصويره هذه دوك نكبرها لكم، شوفوا الخزره تاع سعيد بن رحمة هاي نكبرها لكم، شوفوا الخزره تاع سعيد بن رحمة ويعني تشوفوا باللي صح حقيقة ما كانش يعني تناسق بينه وبين مويس، يعني تحس باللي ما راهمش متفاهمين. الخزره تاع سعيد بن رحمة والخزره تاع مويس تحس باللي كاين بيناتهم يعني اون ماس هكذايا، فهمتوا؟ وش يقول لهم مويس؟ ورد مويس عندما سئل عن رايه في اداء بن رحمة في فيلا بارك حسب ما نقلته فوتبول لندن، اعتقد انه كان قد بدأ بداية جيدة هذا الموسم، لكنه كان لديه ايضا بداية متباينة للموسم. يعني اعتقد انه بدأ بداية جيدة للموسم ولكن كانت عنده بداية ثانية كما نقولوا منقطعة، خطرة يمد خطرة ما يمدش. مدرب ما يهدرش هذه الهضره يا خاوتي، دوك نكمل نقول لكم باللي صح المدرب. راكو تشوفوا غريليش شحال من خطره يسقسيوها صحافه قالوا له شريته ب 100 مليون ما كان والو ما بان والو، بيب غوارديولا نو لاعب مهم وحنا نسحقوه و شفناها عده مرات بيب غوارديولا كيفاش يهضر على اللاعبين، المدربين كيفاش يهضروا على اللاعبين، ما يضربوهمش ديريكت في المؤتمر الصحفي يقولوا لهم كان ناقص ماشي منسجم يضيع الكرات، هذه ما تسمعهاش من عند مدرب يهضر على ما جامي سمعتها يا خاوتي. قال لك بعض قال لك لديه ايضا بدايه متنايبه متباينه للموسم بعد اجزائه، لعب ضد برايتون حيث لم نرى الكثير. شفت مدرب يهضر على اللعب تاعو هكذا يا خاوتي، لعب ضد برايتون ولم نرى الكثير، ما شفناش ضد برايتون. قال لك وراهي لم نرى الكثير، اليوم رأينا ذلك، اليوم زعما شفنا ذلك، رأيناه متقطع ضد نوتيغان فورس واللي قدم أداء من أروع ما يكون ضد نوتيغان فورس وداها رجل المباراة، لكننا نعرف ما حصلنا عليه مع سعيد، في بعض الأحيان يمكن أن يحبطك، يعني في بعض الأحيان ممكن يطيح لك المورال، وأحيانا يمكنه أن يحدث فرقا، أعتقد اليوم أنه أحدث فرقا كبيرا بالنسبة لنا عندما جاء. قال لهم يعني اليوم راهو دار الفارق كيدخل يعني تبدل اللعب تبدلت المباراة، بصح اللعب طع 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 قطعوا حتى كرهم على الآخر. ودي هذا ماشي مدرب، الشيء هو أن البعض سيقولون أن مويس يمنح بن رحمة حبا شديدا بهذا الحكم، يعني كاين الناس اللي تقول لك باللي اللي يقرأ غير التحتانية هذيك يقول لك باللي مويس راهو يهدر حاجة مليحة على سعيد بن رحمة. هل
هل توقف أي شخص يوما عن الاعتقاد بأن الإسكتلندي قد أساء إدارة بن رحمة بشكل سيء؟ ربما يحتاج الشاب البالغ من العمر 27 عاما إلى ذراع حوله بدلا من أن يتم إخباره بأنه فعل شيء خطأ في الأسبوع وأمام الصحافة. للصحافة روح ليه في الغرف الملابس مشي الصحافة. قال لك لا يبدو أن بابلو فورنالز وجارود بوين وميخائيل أنطونيو يتلقون نفس المعاملات على أساس ثابت. قال لك يعني حتى هاو أنطونيو يا أخي خطر اللي فاتت فاصا فاص قدام لي بوارطاها يا على بالكم ماتش اللي فات هذاك اللي خسروا فيه فاصا فاص وما ما يهضرش على جامي يهضر على اللاعبين غير سعيد بن رحمه اللي يقول لهم ماك السقسي على اللاعبين يقول لك نو أنطونيو أنتيك ويساعدنا روحوا شوفوا التصريحات. نعتقد أن الجزائري كان أحد أفضل لاعبي ويست هام هذا الموسم. هو ما رم يقول لك كان أحسن في الموسم هو أحسنهم كامل. كيفاش يجي موسى يقول لك ما كانش مليح وما دار والو وما شفنا والو مع الآخر يقول لك باللي اليوم يا أحدث الفات. وفي رأينا أثبت مويس مرة أخرى أنه لم يتم بيعه لبن رحمة بحكمه بعد المباراة على الجزائري. بون مشي على جال المباراة هذه ما السوق الميركاتو قريب يخلص وما كانش أندية هذه هي أطر أموره وحبي لي كيديه. نأمل أن يحين الوقت الذي يمنح فيه رئيس هامرز اللاعب البالغ من العمر 27 عاما بعض التناء الصافي دون أن أي محاذير. يعني يعطي له تناك يقدم يعطي له تناك بلا ما تقعد تمنشر فيه. نعتقد أننا قد ننتظر وقتا طويلا لذلك على الرغم من يقول لك يعني راح يطول بزاف باش تسمع واسمه يتني عليه. هذا واش نقدر نقول لكم خاوتي ما طولش عليكم. نقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.